أهلا بكم في ترند. عبر حسابها الرسمي في تويتر نشرت وزارة الخارجية تغريدة مصحوبة بفيديو يتضمن الجهود الحثيثة لفريق البحرين الوطني في التصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 في مملكة البحرين ودور وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج. نتابع. Our family's well-being comes first. They're testing as many people as they can. It's comforting that treatment here is free of charge for everybody. The government here is really looking after us expats and we do not feel any stress. عام 2020 عام شهد أحداثا غير مسبوقة. ففي 11 من مارس أعلنت. يصادف اليوم 2 نوفمبر ذكرى وفاة قائد ومؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي رحل في مثل هذا اليوم من العام 2004. أحيا المتابعون ذكرى وفاة الشيخ زايد معبرين عن حبهم الكبير وامتنانهم لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة والذي كان أبا لهم قبل أن يكون قائدا. نتابع تغريدات. احتفى نشطاء سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشجاعة الجنود في الميادين وإقدامهم على الشهادة من أجل رفعة الوطن والدفاع عنه وحمايته. وبهاشتاج شجاعة الرجل السعودي نشر المغردون صور ومقاطع فيديو لجنود مرابطين على الحد الجنوبي وآخرون في الميدان من رجال الدفاع المدني وغيرهم من رجال الأمن في كل مكان. نتابع. في حلقة أمس تكلمنا عن أكثر المقاطع المنتشرة في تويتر لأحد المشاهير المتخصصين في الأكل أمام الكاميرا وفشل آخر تجاربه اللي شاهدها الملايين، واليوم انتشر له مقطع آخر بملايين المشاهدات وهو يعيد نفس التجربة ولكن تكللت بالنجاح. نتابع. وبهالخبر نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم. نلقاكم باكر في أمان الله.